المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي لندرة الناس اللي موجودة في هذا العمل 5-6. وبالتالي المشروع اللي تم في الجزء الخاص في الدورة الأولى بيشمل بدأنا من شهر 12 وعملنا إعداد الدورة الأولى والدورة الثانية، والمشروع متوالي يعني مش بينقطع أو بيتوقف. المشروع فيه 4 مراحل والمرحلة الخامسة محطوطة للجزء الخاص بالمستقبل، إيه اللي ممكن يتغير نقدر نعمله. يعني مشروع متواصل وفي استدامة، والمشروع بيبدأ بالتركيز على المهارات العقلية اللي بيتم إعدادها بحيث أن اللاعب يقدر يتحكم في انفعالاته في مواقف التنافس. الدورة التدريبية الأولى احتوت على مجموعة كبيرة من المهارات العقلية زي الاسترخاء والتصور العقلي والتركيز الانتباه والثقة بالنفس والحديث الذاتي الإيجابي وبناء الأهداف، يعني مجموعة دسمة جدا من المهارات يقدروا أن هم يطبقوها على اللاعبين. وتم توزيع بعد كده اللاعبين على تم توزيع المعدين النفسيين الرياضيين على 23 محافظة، والخطوة اللي بعد كده هو مع أنشطة رياضية مختلفة طبعا، وكان في يعني متابعة لشغلهم بانتقالات بيتم بطريقة معينة أو بآلية معينة متابعة عملهم، وفي تقارير هم بيرسلوها لنا وإحنا بعد كده بنكتب تقارير شهرية لوزارة الشباب والرياضة لمتابعة العمل لتصحيح الأخطاء ولتنقيح الشغل. مشروع المعد النفسي طبعا ده مشروع من المشروعات الرائدة اللي قامت بها الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومع كليات التربية الرياضية في الجامعات المصرية كلها. المشروع ده بدأ في شهر 12 وشهر 1 2023، اشترك فيه حوالي أكثر من 70 معد نفسي، تم اختيار منهم حوالي 24 وتم تصفيتهم في المرحلة الثانية لحوالي 15 معد نفسي. زي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين، موضوع الإعداد النفسي والإعداد العقلي من الموضوعات الجديدة ومن الموضوعات المهمة ومن الموضوعات اللي بتفرق جدا في موضوع إعداد البطل الرياضي والبطل الأولمبي. بالنسبة للمعد النفسي أو المينتال كوتش، هي فكرة كانت منتشرة أو شغالة برة، كانت فكرة ملحة أن هي تشتغل أو تبدأ تشتغل في مصر، يرجع بفضل الدكتور أشرف صبحي واللجنة العلمية الاستشارية بدأت تفعل الموضوع على أرض الواقع. بدأنا عملنا الاختبارات اتصفت لأكثر من مرحلة، الناس اللي اتصفت بدأت تنزل تشتغل على أرض الواقع. بدأنا نشتغل على الحاجات اللي هي المهارات العقلية اللي هي لا غنى عنها، إن موضوع الرياضة مش متصل بس على قصة اللي هو الجانب البدني أو المهاري أو الحركي. احنا في المرحلة الأولى عملنا بس كده ريفريش للولاد للعيبة كلهم عن أهمية علم النفس التطبيقي وفايدته وإيه هيساعدنا فيه في الرياضة بتاعتنا وهيفيدنا فيه ونحقق منه المطلوب. وفي المرحلة الثانية بدأنا نشتغل على المهارات العقلية كمهارات بجانب المهارات الخططية والمهارات الأساسية في كل لعبة على حدة، فده ساعدنا شوية ان احنا نطور في الأداء بجانب في مهارات نفسية وفي سلوكيات معينة بنحاول ان احنا نظبطها مع الأولاد. طبعا احنا في يعني يكاد يكون في حلم، محدش فينا كان متوقع ان الموضوع يتحقق بالطريقه ديت ويكون بخطوات كبيره وخطوات كمان ان احنا نقدر ناخدها بجديه اكتر ونحس ان الموضوع دخل بقى اللي هو احنا فعلا بنأثر جوه المكان او بنأثر حتى على الناس. في المرحله الاولى طبعا خدنا حاجات كتير وتعلمنا من دكتور العربي طبعا حاجات كتيره جدا ودكتوره ماجده كتير حاجات كتير جدا، اتعرفنا على بعض كتير وحاولنا بقدر الامكان نبقى اسره واحده، وفعلا احنا حاسين ان احنا كمعد نفسي كمهنه او كوظيفه ان احنا اسره اول ما نكون قبل ما نكون مهنه.